بداية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا تشريعية. نخصص هذه الحلقة الجديدة من البرنامج لقضية الإرهاب الأسود الذي يطال بلادا عديدة في عالمنا العربي، ومنها مصر بالتأكيد التي تبلو بلاء حسنا في مواجهة هذا الإرهاب الأسود بالسبل الكافة ومنها السبل التشريعية، وذلك للحفاظ على المصلحة القومية ووحدة وسلامة الأراضي المصرية والمواطنين المصريين. في هذا الإطار وافق مجلس الدولة على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص مكافحة الإرهاب والعقوبات المقررة لهذه المسألة، ومن هنا تثار مجموعة من الأسئلة نحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة الجديدة من قضايا تشريعية. نود أن نتعرف بداية على ما هي المصلحة أو المصالح القومية، كيف يمكن الحفاظ على المصلحة القومية وسلامة ووحدة أراضي مصر، ما هي العقوبات الإضافية أو العقوبات التي أقرتها التعديلات على المادة 78، وهل هي كافية لهذه المواجهة، مواجهة الإرهاب الأسود على أرض المحروسة أرض مصر. معنا ضيفان كريمان للرأي والتحليل في هذه الحلقة الجديدة من قضايا تشريعية، يشرفنا بحسب ترتيب الجلوس إلى جواري سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس الشعب الأسبق. مرحبا بسيادتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، شرفتنا. كما يشرفنا ايضا الاستاذ الدكتور ابراهيم محمد علي استاذ القانون الدستوري بجامعه المنوفيه، المحامي بالنقد والاداريه العليا. مرحبا بسيادتك يا فندم. اهلا بيك. واسمحوا لنا حضراتكم نشوف تقرير مبدئي حول قضيه هذه الحلقه من قضايا تشريعيه ثم نبدا النقاش على الفور. في إطار التعديلات الدستورية في البلاد في أعقاب ثورة 30 من يونيو واستكمالا لخطوات خارطة الطريق، وافق مجلس الدولة على تعديلات في 4 قوانين جديدة. وصرح المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أنه تم الموافقة على التعديلات المقترحة على عدد من نصوص بقوانين العقوبات والأسلحة والذخائر والمرور وهيئة الشرطة واللائحة الداخلية للسجون. وذكر بيان صادر عن قسم التشريع أنه تمت الموافقة على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، بحيث أصبح يقضي بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، يعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة بغرض إرهابي. كما تضمن التعديل أن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي. وانتهى قسم التشريع إلى الموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر، بحيث يشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها. أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقى المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغائه بقرار مسبب. كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بحيث يتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة. ووافق قسم التشريع كذلك على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين. نعم،
مرحبا بحضراتكم من جديد بعد ما شفنا التقرير ده. عودة لضيفي الكريمين واسأل سيادة اللواء فاروق المقراحي حول رؤيتك لمواجهة الدولة لهذا الإرهاب الأسود على أرض مصر. ومن المعلوم بالطبع أنه الإرهاب لا يطال مصر فقط ولكن دولا عديدة في منطقتنا. شوف، هو الإرهاب قديم جديد، يعني قديم عندنا قدم وجود جماعة الإخوان الإرهابية، يعني من سنة 40 وجماعة الإخوان تمارس القتل وتمارس الترويع وتمارس الحرق وتمارس الأشياء اللي احنا شفناها، حريق القاهرة 52، حرق اليهود مرتين، قتل النقراشي باشا، قتل أحمد ماهر باشا، قتل المستشار الخزندار، قتل سيد فايز ابنهم، ابن السبعة اللي كانوا مكونين أول تشكيل لجماعة الإخوان الإرهابية. فيعني مصر بتعيش هذا الإرهاب الأسود لسبب وحيد. لو جينا لابن خلدون، ابن خلدون قال لك عايز تسيطر على بلد كلمها في الدين، يعني السيطرة تبقى من خلال الدين، وإحنا شعب متدين بطبيعته. فللأسف الشديد هناك من صار وراء هذه التنظيمات الإرهابية بمسمياتها المختلفة إلى يومنا هذا. في لسه عندنا مجموعة، يعني عايز تقول ان الارهاب بيستخدم الدين ستارا له؟ ده يقينا، يقين يقين، هم لابسين عباية الدين وهم لا يعملون بالدين. نعم. سواء هم او غيرهم. أي. او التنظيمات اللي خرجت من رحمهم او اللي بيدعوا ان هم يعني ما يعني لما واحد ما يقفش للسلام الجمهوري، لما واحد ما يحييش العلم، لما واحد ما يهتفش بتحيا مصر، ده يبقى ده نقول عليه ده مش وطني خالص، ده ما فيش وطنيه خالص. انما تحيا مصر مثلا. يعني فكل دول الارهاب بيطول البلد. هل الدوله جاده في القضاء على الارهاب ولا ان احنا عندنا توازنات بنعملها؟ هذا هو سؤالي اللي انا بساله من يوم 18 اغسطس سنه 13 الى يومنا هذا. في قانونين مش راضين يطلعوهم، وبعدين بنلعب في قانون العقوبات وبنصحح مادة. بدل ما صحح المادة دي لوحدها، طب ما نطلع قانون مكافحة الإرهاب. قانون مكافحة لا، ما احنا هنرجع لسيادتك. يعني نشوف بس الأول أستاذ الدكتور إبراهيم محمد علي، أستاذ القانون الدستوري جامعة المنوفية. طبعا هناك مواجهة أمنية ما فيش كلام، وقوية للإرهاب الأسود على أرض المحروسة. المواجهة التشريعية كيف رأيتها حضرتك، خاصة أنه سيادة اللواء شكله كده مش راضي عن المواجهة التشريعية حتى الآن؟ اتفضل. أقول لحضرتك، المادة 78 كان طرأ عليها تعديل سنة 2003، لكن هذا التعديل أصبح في ظل الظروف الأمنية وعندنا إرهاب بيضرب مصر من جميع جهاتها، أصبح نص المادة 78 غير كافي لمواجهة هذا الإرهاب الأسود. حتى بالتعديلات اللي حصلت عليه في الأيام الأخيرة. 2003. اتفضل. 2003. ده كان 2003. 2003. أي. وبالتالي أصبح، طيب، عصب هذا الإرهاب المال أو الأسلحة أو العتاد. وبالتالي تم إجراء هذا التعديل التشريحي على المادة لكي يقضي على عصب هذا الإرهاب اللي هو المال. المال. المال أو السلاح أو أي عتاد يجي لهذه الجماعات الإرهابية. كان العقاب عقاب بسيط، أصبح العقاب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن نص مليون. وبالتالي تشديد هذا العقاب، ثم عدد التعديل التشريعي المقترح كل صور هذا الإرهاب الأسود، سواء كان في مال أو منفعة أو عتاد أو سلاح أو أي شيء. وبعدين لما يخسروا على الدول الأجنبية أو موظف تابع له، لا، عددوا حتى ولو كان من أشخاص محليين أو اعتباريين أو أي أنواع، بحيث أن إيه المادة توسعت تشمل حتى لا يستطيع أن يفلت من العقاب أحد بأي ذريعة. ومن ثم أصبح كل من يمد هذه الجماعات الإرهابية بمال أو بسلاح أو بأي وسيلة معاقب بهذه العقوبة الشديدة، أملا أن هذا العقاب الشديد يردع من تشول لنا نفسه الاستمرار أو محاولة الانضمام إلى هذه الجماعات الإرهابية. نعم. وبالتالي هذا التعديل تعديل موفق وفي توقيته المناسب لمساعدة الشرطة أو والقضاء في دحر هذا العدوان الأسود. نعم. طيب، هو الهدف هو الحفاظ على المصلحة القومية. تمام. زي ما جاء في التعديل.
واذا اردنا ان نفهم المصلحه القوميه كيف يمكن ان تشرحها لنا؟ يعني اقول لحضرتك النهارده لو عندنا تشكيلات عسكريه زي اللي موجوده جماعه الاخوان انصار بيت المقدس, ده تشكيلات عسكريه صرفه, وبالتالي ده بتهدد امن قومي. وجود الاخوان وحملهم السلاح ومحاربه الناس في المظاهرات بتاعتهم ده يعتبر معاقب عليه بهذه المادة, لان المال اللي بيجي مش مال من مصر, ده من اموال اجنبيه, وبالتالي اذا ثبت هيبقى العقاب ومن مصر بس تهيألي المال يعني انا في تقديري او قد يكون ظني صائب ان معظم البال بيجي من دول اجنبيه, فتشديد العقاب على هذا المال على كل من يتورط له حتى ولو عن طريق البريد الالكتروني اصبح معاقب عليه. ما احنا كانش عندنا عن التكنولوجيا الحديثه ما كانش معاقب عليه. طب افرض ان هو ساعد ولا مول ولا عمل بطريقه الكترونيه, التشريع الجديد تفادى عدم العقاب بهذا الامر, وبالتالي بقى كل صور الافعال التجريب معاقب عليه املا ان نغطي كل افعال التجريب. نعم. طيب سياده اللواء فاروق المقراحي, حضرتك رغم انه الدكتور ابراهيم محمد علي اشار الى انه التعديلات اللي جرت على الماده 78 هي مرضيه, انما حضرتك يبدو فيما يبدو انك غير راضي على ذلك. شوف, هي مرضيه في حدود الماده, انما انا كراجل عندي خلفيه امنيه 37 سنه عاصرت هذا الارهاب في السبعينات وفي الثمانينات والتسعينات, عاصرته وشفته وعارف ان علشان نقضي على الكلام ده هو كان هناك مشروع قانون أعده المرحوم أحمد رشدي بقانون مكافحة وزير الداخلية الأسبق, وراح مجلس الشعب وللأسف الشديد ما توافقش عليه وتن في الأدراج إلى يومنا هذا. هذا القانون هو الوحيد الذي يقضي على الإرهاب. أمريكا عندها هذا القانون, طب بريطانيا عندها هذا القانون, فرنسا عندها هذا القانون, ألمانيا عندها هذا القانون, أسبانيا عندها هذا القانون, إيطاليا عندها هذا القانون. أنا بقول طيب وإحنا وبعض الدول العربية عندها, السعودية عملته أخيرة. الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ليه ما طلعوش رغم كانت المطالبات في عهده الإرهاب؟ عهده شهد عديد الإرهاب, وكان يقول أنتوا تتكلموا على الطوارئ, طب ما طلع لكم قانون الإرهاب ونرفع حالة الطوارئ. فليه ما طلعوش؟ ما طلعوش لأن فيه علاقات متشابكة ما بين هذه العصابة الإرهابية وبعض الذين واخدين ودن أي مسؤول, إما لعلاقات أسرية وقرابة ونسب وسكنة في عمارة واحدة إلى آخره, أو لعلاقات اقتصادية. عندهم 240 شركة كبرى داخل البلاد, عندهم مصانع, عندهم مدارس, عندهم محلات مجوهرات, عندهم كل ما تتخيله من بداية من دكان صغير ببيع موبايلات أو ببيع شرايح بتاع إلى شركة كبرى في البلاد. طيب فدول هذه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والبتاع بتحول دون صدور هذا القانون باعتبار جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها جماعات إرهابية وصدور قانون مكافحة الإرهاب. القانونين دول, أنا عايز القانون الأمريكي مش ال 30 40 شاب اللي بيضربوا عن الطعام وبيعملوا مش عارف إيه ولا مؤاخذة وراهم كام جرنان بيشجعوهم بيطلعوا بيطلبوا إلغاء قانون التظاهر. أنا موافق ألغي قانون التظاهر اللي معمول في مصر وأجيب قانون التظاهر الأمريكي وترجمه وأحط عليه اسمنا ونطبقه. وهو ينفع اللي معمول للبيئة الأمريكية يمشي مع البيئة المصرية؟ نجيب مش كل بيئة ليها نجيب ده قانون تنظيم الحق في التظاهر. طيب نعملها فوضى. طيب يعني اللي هم بيطالبوا بالفوضى 30 40 عيل دول بتوع الاشتراكيين الثوريين واللي معامل لي دي الحصان واللي عامل لي شعره كنيش ومش عارف ايه, دول هم اللي هيسيروا البلد؟ هل في دولة في العالم ما فيهاش قانون تنظيم الحق في التظاهر؟ طيب نسمع رأي سيادة الدكتور. تفضل يا دكتور. الله حضرتك. موضوعنا هو قانون الإرهاب أو قانون مكافحة الإرهاب. هو قال إنه سيادة اللي هو قال
ان هم احنا عايزين قانون الارهاب علشان قانون التعديلات مكافحة الارهاب، لان التعديلات غير كافيه او غير مرضيه بالنسبه له. بتعدل الماده وبقيه المواد سايبها ده انت عندك، وقال لك زي بريطانيا وزي امريكا وزي كذا وكذا. اقول لحضرتك ما نقصش الوضع في دول اوروبيه اللي فيها احترام لحقوق الانسان وكرامه الانسان الى اقصى حد بدوله زي مصر. ماشي. لا مؤاخذه، ما تضعش في الحته يا دكتور، اديله بس فرصه يا استاذ على الحته حقوق الانسان. هو شفت اللي حصل في امريكا من معلش من اسبوعين؟ ادوه استثناءات، استثناءات لا طبعا استثناء لا يبدا. هي دي حقوق الانسان لينا احنا بس. الحس الامني هو الانسان سياده من الانسان مطلوبه. هو ان كان هو ما يقصدش الاجهزه، ما يقصدش الحس الشرطي او الامني يغلب على طبيعه الحقوق. ده بلد، معلش بس دي بلد. الحقوق والحريات دي اساس ليا. اما قانون ينظمني لا يمكن ان يقترب من حقوق وحرياتي. انا سيد البلد دي، كل ما موجود من اجهزه خادم ليا، انا السيد بمعنى الشعب. وبالتالي اجهزه الدوله، اجهزه الدوله في الموظف من رئيس الجمهوريه لاقل موظف اسمه خادم الشعب طبعا. وبالتالي القوانين لابد ان تضع لهذا الشعب حقوقه وحرياته في المرتبه الاولى. تمام. اي قوانين اخرى لا تقترب من هذا الامر، بحيث ان ايه ما اديش للشعب اليمين واسلبه منه بالشمال بحجه حمايه الايه ليه. هو قانون الارهاب ده في ايه يا دكتور؟ هو قانون الارهاب ده هيسلب ايه؟ يدي على النظم الامريكي. انا ما عرفتش، مش راجل قانون. كان مشروع قانون الارهاب في عهد الرئيس حسني مبارك بيدي للشرطه سلطات اكتر من السلطات الموجوده في قانون الطوارئ. قانون الطوارئ خلي بالك بقى، احنا عندنا وضع طبيعي النيابه العامه بتشتغل وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه. إذا ما توفرت حالة من حالات الطوارئ رئيس الدولة بيعلن حالة الطوارئ. طب لما نعلن حالة الطوارئ بيبقى إيه؟ ممكن رئيس الدولة يخلي الشرطة يقعدوا في بيوتهم وينزل الجيش هو اللي يدير الدولة من ناحية الأمن، أو يخلي الجيش مع الشرطة. يعني خلي بالك، يعني رئيس الدولة ممكن يقول للشرطة اقعدوا في بيوتكم واللي بيدير الأمن في الدولة الجيش. أدي أول حاجة لما نعلن حالة الطوارئ. طيب يبقى هنا بقى قانون الايه، قانون الاحكام العسكريه العرفيه هو اللي بيسري. يعني ايه؟ يعني انا كرئيس الدوله والحاكم العسكري بيعمل محاكم. لا انا بتكلم على المدنيين. انا بتكلم على قانون الارهاب. اقول لحضرتك احنا هنتوقف على ده بس عشان الناس تاخد بالها. معايا ضيف على التليفون، هرجع لك. اتفضل. عشان معايا ضيف كريم على التليفون بقاله فتره. طب اوضح النقطه، هنرجع لسيادتك. اتفضل. معلش عشان هو بقاله فتره. معنا الاستاذ الدكتور صلاح الطحاوي، استاذ القانون الدستوري بجامعه حلوان. مرحبا بك يا دكتور. اهلا بيك دكتور علي وضيفاك الكريمين. اهلا بسيادتك. واحنا بنتكلم على قضيه الارهاب ومكافحه الارهاب الاسود اللي ما بيضرش بس بمؤسساتنا الوطنيه المحترمه والعاملين فيها ابدا، بيضر بالشعب المصري وبالمواطن المصري، وبيضر بحاله الامن والاستقرار والمصلحه الوطنيه والقوميه والحفاظ على سلامه واستقرار البلاد. حصل التعديلات في المادة 78 من قانون العقوبات، كيف رأيت هذه المسألة يا دكتور؟ بالفعل دكتور علي، هذا التعديل يمكن جاء متأخرا لهذه المادة الخاصة بمادة 78 من قانون العقوبات، باعتبار أن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 انتشرت فيها جرائم الإرهاب، وبالتالي كان يجب تعديل هذا النص منذ زمن ما بعد ثورة 25 يناير، وذلك للقضاء على الجرائم الإرهابية التي انتشرت في مصر بعد ثورة 25 يناير. ولكن على كل الأحوال هذا التعديل جاء في محله، خاصة بعد أن تم رفع العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي كانت 1000 جنيه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه. أيضا هذا النص من التعديل الوارد على المادة 78 من قانون العقوبات، والذي أيضا تحدث عن الجريمة الإلكترونية عندما يكون الطلب او القبول كرجاع عن طريق الكتابه او الالكترونيه، فايضا هذا يتماشى مع الوضع الحالي ومع التقدم التكنولوجي. كثيرا من مواقع الالكترونيه تتم هذه الجرائم بين الارهابيين وبين بعض القائمين للوطن من بعض المصريين. فبالتالي هذا التعديل جاء في محله، لان دائما نقول ان القانون يقرا المجتمع، وبالطبع هذا التعديل أراه جاء في محله وإن كان جاء متأخرا. طيب هو إزاي عموما، يعني بالإضافة للتشريع، إزاي نحافظ على المصلحة القومية؟ لأنه القانون قال أنه ده علشان معاقبة من يقوم بارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد. إزاي نعظم الحفاظ على المصلحة القومية واستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها؟
بالفعل دائما اقول انه لا قيمه للقوانين لم تطبق ولا قيمه للاحكام ما لم تنفذ. بالفعل يجب ان نعمل جميعا اجهزه الشرطه والقوات المسلحه وايضا كافه المواطنين المصريين الذين الشرفاء الذين يتواصل لديهم معلومات عن وجود بعض الجرائم التي ترتكب من اشخاص سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين او من بعض الموظفين سواء تلقوا هذه المعلومات او طلبوا لانفسهم او لغيرهم كما نصت الماده 78 من هذا القانون. وبالتالي في هذه الحاله نستطيع بالتكاتف جميعا حبا في البلد ومحافظه استقلالها وعلى المصالح القوميه لها ان نكون يدا واحدا، وبالتالي عندما ترتكب هذه الجرائم ويعاقب المتهمين فيها يجب ان وايضا ان يكون هناك دور كبير جدا لوسائل الاعلام هذه العقوبات والاحكام التي تصدر بحق هؤلاء المتهمين. اشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون العام بجامعه حلوان. شكرا جزيلا دكتور ابراهيم محمد علي، معلش متاسفين كان الضيف لازم يدخل على الهواء لانه كان منتظر له فتره. كنا بنتكلم على الفرق بين قانون مكافحه الارهاب والتعديلات اللي في الماده 78 وليه حضرتك شايف ان هي ممكن تمس حقوق الانسان. تمام، المقصود بقانون مكافحة الإرهاب ايه؟ اعطي الشرطة سلطات اكبر من السلطات اللي تملكها في الاوقات العادية، بحيث تملك التجسس، مراقبة التليفونات، مراقبة رسائلك، تتبعك، بتقلل حقوق وحريات الافراد، وبالتالي هم بدل ما الشرطة لا تستطيع ان تملك مثل هذه الاجراءات الاستثنائية الا اذا اعلن حالة الطوارئ. علينا حاله الطوارئ اقدر بدي قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه يعني أجلس. هو قانون مكافحه الارهاب في امريكا ما بيطبقش الا في اعلان حاله الطوارئ. لا احنا قانون الارهاب ده موجود بس بيدي الشرطه سلطات في الظروف العاديه. كويس. احنا عايزين بقى في مصر نعمل نفس الشيء، نبقى في ظروف عاديه ووسع السلطات للشرطه. واخد بالك؟ طب ما هي اصلا الشرطه يعني متغوله، خلينا واقعيين، والشرطه عايزه اعاده هيكله. طبعا الشرطه جهاز المفروض يعاد هيكلته ويعاد تنظيمه على احدث، تبقى شرطه عصريه متقدمه يعني على مستوى عالي. الشرطه عندنا لم تتقدم ولم تعاد هيكلتها، وجهاز لم يتم تطويره. الجهاز الوحيد اللي كان متطلب بعد ثورتين امن الدوله. لا استنى، الجهاز الوحيد اللي كان متقدم الدنيا مفككه والشعب كله كان بيطالب بتدخل الشرطه لان الدنيا كانت مفككه. احنا بنتكلم على ايه؟ على شرطه عصريه عندها كل الادوات الحديثه وبتحافظ في نفس الوقت على حقوق وحريات الافراد. هل ده متوفر في مصر؟ لا. قولا واحدا احنا بنعيد بناء احنا بنعيد بناء يا بنعيد بنفس الجهاز القديم بنفس الافراد القدام بنفس الفكر القديم. لا احنا بنضحك على نفسنا. لا ما عايز انت استنى بس يا دكتور، انت هتقول لي بنفس الناس اللي دي انت حتى انت هتمشي الشعب وتجيب شعب تاني. لا مش الشعب وتجيب شعب تاني. لا انت بتغير عيد بس مش هتمشي الشعب ولا اللي جاي. يا سيدي عايز تسمع رايي ولا رايك؟ لا مش رايي ورايي يعني. ما انا بس انت بتقول راي عجيب. لا مش عجيب. لا يعني انت هتمشي الناس اللي في الشرطه. لا ما قلتش ماشي اقول اشكل لجان خبراء على اعلى مستوى هي اللي تهيكل الشرطه، تعاد تنظيم الشرطه، تجعله جهاز عصري خلال مده زمنيه، جهاز ما اتطورش خلال 60 سنه. مش ممكن اخليه يعني انا النهارده ليه اتربيت في المدرسه القديمه للشرطه؟ طيب. تقول لي طور الشرطه، اطور الشرطه ايه؟ وفقد الشيء اللي يعطيه، هو عاش ومات في ظل المعلومات اللي اتعلمها من السابقين، يطور ايه؟ طيب دكتور او سياده اللواء فاروق المخراحي حضرتك اتفضل يا فندم. اولا يعني ايه هيكل جهاز الشرطه؟ ومن الذي يهيكل جهاز الشرطه؟ دي قضيه لابد نحسمها علشان الكلام ده طلعوه جماعة الإخوان الإرهابية بعد قيام ثورة يناير وقالوا الهيكلة ونعمل ونهد ونبني ونطلع ونعمل. ليه؟ لأنه كانوا عايزين يدخلوا الجهاز، فرسموا القصة من 97 من 2007 ل 2011 دول خمس دفعات. قال لك نطلع خمس دفعات من فوق وناخد خمس دفعات من تحت، يكون معاهم لسانس حقوق يقعدوا في كلية الشرطة ست اشهر ويطلعوا ويقدم لك العشر تلاف دول كلهم اخوان مسلمين، فيبقى الضابط اللي موجود في الشارع اللي هو رتبتي النقيب والملازم اول كلهم مين؟ من اخوان. يعني الضابط الصغير هو اللي موجود في الشارع، هو اللي بيجيب المعلومة، هو اللي بروح يمين، هو اللي بروح شمال. فطلعوا هذه القصة، نعمل هيكله، الجهاز ده عايز يتهيكل، الجهاز ده فيه مش عارف ايه، عايزين نهد امن الدوله.
ونهد أمن الدولة. ليه عايزين يهدوا أمن الدولة؟ علشان دي ذاكرة الأمة، الأرشيف بتاع مصر من سنة 1882 كان موجود داخل هذا الجهاز. وبعدين للأسف الشديد من أول المرشد لغاية المبتدئ في هذه الجماعة كان بروح يقول معلومات عليهم، فكانوا كلهم خايفين من المعلومات والمواطن السليم ما يخافش من اي حاجه خالص. المواطن السليم بريء ولا بيخافش ولا بيحس باي جهاز ولا حاجة خالص. المواطن البريء خالص خارج هذه الصوره. هم عملوا هذا الكلام 50 60 ولد نزلوا ميدان التحرير في وسط الناس، وانت عارف سياسه البتاع لازم نهد امن الدوله لازم انا طلعت في يوم 4 فبراير وقلت لهم، لما حصل ان محمد حسنين هيكل قال ان جهاز المخابرات فيه انحراف وان الدكتور عبد المنعم الشرقاوي حصل له كيت وكيت وكيت، طيب. ايه اللي حصل؟ جمال عبد الناصر عمل تحقيق والناس المنحرفين داخل الجهاز واللي خدوا عذبوا الدكتور الشرقاوي حسب قول محمد حسنين هيكل مشوا من الجهاز، انما لا كسروا الجهاز ولا حرقوه ولا خدوا المستندات اللي فيه ولا اتبهدل ولا حاجه. ليه؟ لان راجل دوله بيحافظ على الجهاز صحيح. هو اللي انشاه، هو يعمل لمصلحه مصر والمواطن المصري في النهايه. لا دول الجهاز وورقه ويتبعتر والكلام ده علشان كل خوفهم، طيب. ان في هذا الجهاز معلومات تخص هذه الجماعات الارهابيه وخايفين انها تطلع ان هم كانوا بيفتنوا على بعض. ادي كانت القصه. فانضم لهم مين بقى؟ 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين اللي هم بيطالبوا دلوقتي الغاء قانون التظاهر. هات الفيديو اللي متسجل فيه الاشتراكيين الثوريين بيقول لك لازم نهد الجيش والشرطه والقضاء ونبنيهم احنا. طيب انا بس عايز اسال سيادتك على لما انت طرحت قانون مكافحه الارهاب، ايه النصوص اللي فيه؟ انا بقول اللي ممكن بقول اللي شايف انها هتساعدنا في مواجهه، عشان ده الموضوع الاساسي بتاعنا. أيوة. اللي هتساعدنا في مكافحه وعلى فكره الارهاب ده مش بيطال بس مؤسسات الدوله، بيطال كل الدنيا والمواطن العادي. المواطن العادي هو بيتضرر والضحيه اكثر. نعم هو الضحيه رقم واحد. المواطن العادي هو الضحيه رقم واحد طبعا في موضوع الارهاب طبعا. لان لو استقرت البلد وما بقاش فيها ارهاب هتتفرغ الشرطة للأعمال الجنائية وتجيب البلطجية. البلطجية ما مش عايزين، بيروحوا مع الجماعة الإرهابية دلوقتي بالأجرة علشان يفضل البلد في حالة هيصر. الحمد لله الأمن، الأمن محقق نجاحات يا سيادة اللواء، ما فيش كلام. بنقول لك لما تبص تلاقي الكيرف بتاع الجريمة والوضع في 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 نازل في الانحدار. دي مش عايزة نقاش طبعا. إنما أنا بقول لك علشان تقضي على هذه العصابة للأبد مطلوب. أنا كانوا قانونين وبعدين من خلال التجربة العملية خلال الثلاث أشهر الأخرانية لقيت فيه قانون ثالث مطلوب وبسرعة، واخد بالك؟ قانون مكافحة الإرهاب. بقول لكم هاتوا القانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وقانون مكافحة الإرهاب الإنجليزي وقانون مكافحة الإرهاب الألماني والفرنساوي والطلياني ونحطهم كده وناخد الأيسر فيهم ونعمل قانون مكافحة إرهاب. طيب. عايزين أكتر من كده؟ طيب. ناخد الأيسر الأيسر كل هذه القوانين وإحنا مش أحسن من ألمانيا وبريطانيا وأمريكا. وبعدين ده بالعكس، ده دول اللي إحنا بنقول دول ده أمريكا اللي بتمول حقوق الإنسان في مصر عشان خايفة علينا. أمريكا بتمول حقوق الإنسان في مصر بمليارات الدولارات علشان خايفة علينا، عشان عايزانا بيمولوا الاضطراب. اما ليه الاضطراب؟ اما ليه بيمول الاضطراب والقلاقل؟ يقينا والقلاقل. أه؟ طيب دكتور ابراهيم محمد علي، الماده 78 اللي تم تعديلها، عايز اشوف حضرتك ايه يعني، تشرح لنا كده وللسيد المشاهد الكريم ايه ابرز العقوبات اللي تضمنتها الماده واللي حضرتك ان شايف ان هي تعديلات كافيه. ادت اقصى عقوبه الاشغال الشغل المبدا. يعني ايه؟ يعني من سيتم من القضاء العادي عقابه هذه الماده وتم توقيع العقاب هيقضي حياته في السجن مدى الحياه. اللي هيكون عمل ايه بقى؟ عشان الناس تبقى عارفه، بنوعي الناس، احنا برنامجنا برضه توعيه علشان اللي بيتلقى مال او سلاح او اي شيء يهدد امن مصر القوم او وحده اراضيها او استقلالها
كويس، كل من يشكل تنظيمات او جماعات تؤثر على امن مصر القومي او سلامه اراضيها او وحدتها، ده معاقب عليه بهذه الجريمه الشديده الاشغال الشاق، ده مجرد التلقي انما الاستعمال له عقوبه اخرى وهي الاعدام. اذا كان موظف عام، اذا كان موظف عام، موظف عام يبقى العقوبه الاعدام. لو كان موظف عام، اذا كان موظف عام يبقى يبقى العقوبه الاعدام، العقوبه الاعدام. لكن اذا كان مواطن عادي لا يشغل وظيفه موظف عام في الدوله يبقى الاشغال الشاقه المؤبده. وهي تفرق ايه بين موظف عام و يعني موظف في الاداره الزراعيه، في الاداره التعليميه، مع كل احترامنا للادارات دي، اذا كان موظف عام من المفروض فيه بتفرق ايه موضوع مواطن ولا ده اسمه في القانون بيسموه عنصر مشدد. مشدد، عنصر مشدد، يعني الوظيفه العامه المفروض هو ادعى لانه يحافظ على الدوله اللي هو منتمي اليه. الموظف العام بيمثل الدوله، فاذا كان يمثل الدوله هو اللي بيهدم الدوله، هو اللي بيخرب في الدوله، بيأثر على امنها القوم اللي المفروض العكس، وبالتالي هو فقد الثقه اللي كان الدوله قانون، لانه ممكن تكون تحت ايده مستندات او اوراق، زي ما شفنا كده بعض الاخوان المسلمين في ادارات الكهرباء بقى يرشدوا الناس للابراج الفولت العادي اللي هو لما يدمر ياثر على مناطق اكبر. يعني بدل ما يبقى العمليه تهديد برج عشوائي، لا يجي على برج رئيسي بسعه اكبر بحيث ان يبقى الاظلام يشمل محافظات. فما يعرفش المواطن العادي ان ده برج ضغط عالي ولا برج توصيل عادي. فاللي بيعرف الكلام ده المتخصصين، وبالتالي هنا لما يثبت اشتراكه وتلقي اموال لمثل هذا العمل يبقى اعدام. يبقى اعدام، يبقى اعدام لو موظف عام، لو موظف عام، لو موظف عام تمام، انما لو مواطن عادي بياخد اشغال شاقه مؤبده. ده في حاله التلقي، حاله التلقي، في حاله التلقي، حاله التلقي، التلقي ما هو غير الفعل بقى، غير الفعل. هنا 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 المنظمه العقابيه تكفيف منابع الارهاب من الخارج اللي هي بيجي لك فيها فلوس، لان قلنا المال هو عصب الحياه، وبالتالي اذا ما كانش فيه مال طب هيشتغل ليه؟ طب في ناس بتتلقى تبرعات لجمعيات خيرية وخلافه، ومن الممكن أن يغرر بيهم. يعني الموقف القانوني هنا، هنا هنا القضاء هو اللي هيتاكد من توافر ان هو المساس بامن البلاد وامنها القومي. القضاء يبقى هنا النيابه اللي هتقدمه للمحاكمه، والقاضي اللي يتاكد. واحنا الشعب المصري يحب يعمل اعمال خيريه، يعني متدين بطبعه زي ما قال سياده اللواء، زي ما هو معروف انه يحب يعمل اعمال خيريه ويساعد في الخير، بس هو ما يعرفش مش هيتبع الفلوس دي، مش عارف. لا 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 سمعت، اذا كانت جمعيه اهليه انا وانت كمصريين نتبرع لها عادي، لا توجد مشكله، لان دي جمعيات اهليه، وبالتالي احنا ممكن نتبرع لها وناخد الايصال الدال على التبرع. لكن اذا تلقى مال من الخارج لابد من اذن وزير التضامن الاجتماعي، وبالتالي اي تمويل خارجي لابد ان يمر عن طريق الوزير. اذا تلقى مال من بدون اذن الوزير هنا بقت جريمه بقى. ما في مال في الداخل زي ما قال لك سياده اللواء، في اموال في الداخل ربما تفوق الاموال في الخارج. بعدين انا لما اتبرع لجمعيه وانا حسن النيه والجمعيه تاخد الفلوس دي زي ما حصل، مش ما حصلش، حصل ان هناك جمعيات كانت بتلم التبرعات من الناس وتستخدمها في انتخابات الاخوان وفي انتخابات السلفيين وفي تمويل الارهاب بحجة ان هي هتروح للفقراء وهتروح للمحتاجين والمساكين. ما هو ده لازم، ما هو ده لازم، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه ان هو بيمارس العمل الارهابي، استغلال الدين، استغلال الدين لاعمال سياسيه او ارهابيه تحت ستار عباءه الدين. تحت ستار عباءه الدين بيستغل عباءه الدين. انا بقول لك في بلدنا كان بيجوا دول الارهابيين دول يقول لك الزكاه بتاعتك يا حاج فلان، هنبني جامع، لا من غير نبني جامع، هات الزكاه انا هفرقه على الناس الفقراء وهو ياخده يستغله في هذا ويروح للفقراء برضه ويديهم زكاك انت على اساس انهم يبقوا تبعه هو، يبقى ياخد منك انت ويجندهم هو، ويجندهم هو، لان هو اللي بيديهم مش انت اللي اديتهم. طيب بيقولش ده من الحاج فلان او من الشيخ فلان او الكلام ده، ده بيديهم على اساس ان هو اللي جايب لهم هذا الكلام. فاولا الدعاء بيبقى له، وبعدين لما بيطلبهم في اي حاجه بيلاقيهم امكانياتهم كلها تحت امره، بيلاقوهم في الانتخابات كانوا والى اخر هذا الكلام. ست اللواء، التعديلات اللي حصلت في الماده دي مش برضو فيها شق يتعلق بالاسلحه؟ فيها. طيب الاسلحه اللي انتشرت بعد ثورتين في مع بعض الافراد، مش هقول الجماعات، مع افراد وبعض الجماعات، دي موقفها ايه والناس المفروض تعمل ايه؟ وهل مثلا الدوله فتحت باب ليهم يسلموا الاسلحه؟ عمل الوزير الداخليه الحالي والسيد رئيس الجمهوريه لما كان وزير دفاع ادوا كذا مهله، اللي هيقدم خلال الشهر ده
يبقى كتر خيره، هنرخص له حته سلاح هنشتريها منه. يعني وصلت ان هم عرضوا انهم يشتروا السلاح ممن في ايديهم السلاح، وانهم يرخصوا لهؤلاء الناس سلاح. اللي بيروح يسلم سلاح بيرخصوا له سلاح اللي هو مسموح بترخيصه. بيتسأل بقى هو السلاح ده جاي منين؟ لا ما بيسألوش، ما بيسألوش عشان نقفل السكادي، عشان نقفل السكادي. هي السكادي جات لنا منين؟ ما هو الإرهاب بس عشان يبقى الناس سامعين وعارفين ان اللي معاه سلاح يسلمه وما فيش، ما بيسألش بقى. في حافز تاني انك انت لو سلمت سلاح من الأسلحة الآلية او أسلحة الجرنوف والمتعدد والكلام ده وطلبت ترخيص طبنجة او ترخيص بندقية خرطوش او كده، الدولة بترخصها لك على طول. والتراخيص دي متاحة الان، متاحة لانه انا يعمل كده، متاحة لانه انا اعرف انه بعض يعني الافراد بيقول لك انا مقدم على ترخيص، هناك الشرفاء اللي عندهم مصالح وخايف على حياته وحياة اولاده وشركاته والناس، وانت عارف اعمال الخطف واعمال البلطجة انتشرت في الفترة، يقول لك بقالنا كتير مش عارفين ناخد الترخيص. في حاجة احنا اتعلمناها من اساتذتنا الناس الكبار اللي كانوا موجودين واحنا صغيرين، كان مدير الامن العام في ذلك الوقت كان المرحوم اللواء مصطفى الشيخ او اللواء صلاح مجاهد، كان بيقول السلاح المرخص على سلاحليك الحكومه. يعني ايه سلاحليك؟ يعني المكان اللي بتحفظ فيه السلاح. يقول لك السلاح المرخص على سلاحليك الحكومه، كانه محطوط في سلاحليك الحكومه. سلاحليك بس عشان اللي ما يعرفش ده المكان اللي بنحط فيه السلاح في الحكومه. يعني لا بيساعد، يعني بيساعد في حمايه الدوله، يعني له دور في الامن. يعني مش ضد ده معنى، بس ادي معنى الجمله. ومحفوظ، يعني محفوظ، محفوظ كانه محطوط في المكان، كانه عنده. أنا معلوماتي برضو يا شيخ كويسه. يعني السلاح المرخص على سلاحليك الحكومه، يعني في اي وقت بتقول له السلاح المرخص بتاعك فين بيجيبه، هاته بيجيبه، وبعدين بيجي يجدده ويجدد الرخصه كل 3 سنين او كل سنه. يعني الـ 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 الموضوع ده الشرطه لا تتاخر. بس طب هو الشرطه ولا لانه انا يقول لك تمت الموافقه على تعديل قانون الاسلحه والذخائر بحيث اشترط موافقه وزاره الدفاع على الاسلحه الناريه. ليه دي مهمه؟ موافقه وزاره الدفاع دي مهمه لنوعيه السلاح اللي هيستورده التاجر. التاجر ما هو انت بترخص لتاجر انه يجيب سلاح. يعني عندنا كان 4 أو 5 تجار سلاح بيستوردوا من ايطاليا وبيستوردوا من فرنسا وكده. فالتاجر لما بيجي يستورد كان بياخد موافقه بالاستيراد، وهو يروح ينقي الاسلحه اللي هي بتترخص ويجيبها، وبيجيب سلاح صيد وبيجيب كده. انما لما يجي نوعيه السلاح اللي انت هتستوردها تتعرض على وزاره الدفاع، هتقول لك ده ده لا، كنوعيه وكاختيار. يعني دي مطلوبه. نعم. طيب دكتور ابراهيم، المواجهة يعني هنا انواع، مواجهة الارهاب الاسود هذا وهذا الفكر المتطرف، يعني في مواجهة ميدانية تقوم بها المؤسسات المختلفة، الجيش والشرطة وبقية المؤسسات المعنية، وفي المواجهة التشريعية على ساحات القضاء والمحاكم والشرطة وخلافه، وهناك المواجهة الفكرية اللي هي بالاساس الادمغة بقى بتشغل على الادمغة. كيف رأيت اهميتها لمواجهة هذا الإرهاب الأسود للحفاظ على المصلحة القومية؟ تمام. خلي بالك احنا في من ضمن أحوال التدهور، في التدهور المستوى التعليمي والثقافي، ده خلى الشعب فريسة زي ما قال سيادة اللواء، فريسة لأي جماعة إرهابية تلعب في العقول. وشفنا حتى طلبة الأزهر نفسهم اللي متعلموا العلوم الدينية هم أكثر الناس إفسادا في الأرض في الجامعة اللي شغالين فيها. وبالتالي الفترة دي سوء مستوى التعليم وسوء الحالة الاقتصادية وضعف المستوى الثقافي ووجود برامج وقنوات متعددة لا تعتني بالجانب التربوي والتثقيفي للشعب. وبالتالي أصبح لدينا مرتع خصب للمواطن اللي ممكن أي جماعة مش بس تشده. لا تعتني، ربما بتسقي نار الفتنة أحيانا. ممكن ممكن لما نجيب 2 عشان القناة يبقى عندها إعلامات تزكي نار الفتنة بين مسلم ومسيحي أو غيره، دي ده هدم.
لكن في قنوات دولية موجهة مخصصة لهذا الغرض. فين فين بقى التلفزيون الرسمي المصري؟ عد كده القنوات الثقافية اللي بتخاطب المواطن وتزيد وعيه، اللي بتبصره بقضايا حقيقية، اللي بتوجد نقاش هادي للدين. فين؟ فين؟ لا موجود، موجود في التلفزيون الرسمي للدولة، بس التلفزيون الرسمي للدولة الساحة أصبحت فيها آلاف القنوات. بس يعني بس ما بقاش التلفزيون الدولي الوحيد وقنواته هو اللي شغال على الساحة. انت عندك الاف القنوات، اي قمر صناعي دلوقتي بتلاقيه عدى ال 1200 قناه. اضرب لك البرنامج، البرنامج لما انت دلوقتي فبعد اذنك يا دكتور، قناه فرنسا مطلع لك قمر لازق في القمر بتاعك. نعم، فالطبق بتاعك بيلقط القمر الفرنسي. صحيح، وهم بيذيعوا عليه وانت بتعتقد ان دول على الناس، يعني هو بيذيع على نفس الترددات. يعني هو 1200 بنفس الحكايه، يعني القمر اللي هو الفرنساوي في ظهر الامر اللي طب دي نواجهها ازاي يا سيادتك؟ دي ملهاش حل الا ان احنا يا نتفاهم يا اما المدار بتاع الاقمار. مش في الانتربول الدولي، ما ينفعش يعني حاجه على شكله الانتربول الدولي كده في مجال الميديا. لازم حاجه تبقى في مجال الميديا الدولي. الميديا. لازم. ليه؟ لانما ان انا اجيب ده اتنين قمرين، قمرين ورا القمر المصري. طيب. على سبعه شرقا، سبعه واثنين شرقا. طيب ورايا الفتنه القادمه من الخارج يا دكتور، يعني ما فيش حاجه في القانون الدولي كده تواجهها او ممكن مواجهها؟ احنا عندنا قانون العقوبات، خلي بالك العقوبات فيه رادعه وشديده. خلي بالك عارف المعول عليه الاساسي ايه في حرب الارهاب؟ وعي الشعب نفسه. يحس ان دي دولته، بحيث ان انا اما اشوف سلوك غريب من مواطن، من واحد ولا 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 ولا، ابلغ بسرعه والشرطه تستجيب، ما تبقاش في حته الشك في المواطن او عدم الاستخفاف. الناس اللي بنعمل لها غسيل ادمغه دي نعمل فيها، ما هو ده هنا لازم احارب على زي ما حضرتك قلت ان انا ايه. الحرب على على كذا كذا قناه او كذا محور. المدارس والجامعات محور، الاعلام محور، كنيسه والجامع. المواطن نفسه لما احتنق اعزز حقوقه وحرياته، هو نفسه لما يشوف فيه سلوك غريب من جاره هيبلغ عنه. هو هناك الجريمه في امريكا الشرطه بتيجي بعد ما السلوك ده بيجي اخر حاجه يا دكتور. المهم الفكر الاول، الدماغ. كيف تحارب الفكر؟ بخمس حاجات، الازهر والكنيسه. تمام، اخر خمس كلمات يا دكتور عشان الوقت خلص. الازهر والكنيسه ووزاره الثقافه ووزارة الإعلام أو الأجهزة الإعلام اللي موجودة. اتلغت وزارة الإعلام. اتلغت وزارة الإعلام. إعلام الدولة. إعلام الإعلام الدولة والإعلام الخاص اللي موجود في الدولة لابد أن يسير في هذا الاتجاه. طيب. ووزارتي التعليم العالي والتعليم العادي، الخمس حاجات دول. وزارة الشباب عشان مراكز الشباب المنتشرة. لازم دول يتكاتفوا ويعيدوا تشكيل وجدان الشباب المصري من الابتدائي لغاية الجامعة. ضروري. انتهى الوقت ولا ينتهي الجدل. زي ما بنقول دايما، تحيا مصر حرة ومستقلة وآمنة، ادخلوها آمنين دائما. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين اللذين أثروا الحوار في هذه الحلقة، سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، عضو مجلس الشعب الأسبق. شكرا جزيلا سيادة اللواء. شكرا. كما أشكر الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد علي، أستاذ القانون الدستوري جامعة المنوفية، المحامي بالنقد والإدارية العليا. شكرا جزيلا. حتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من قضايا تشريعية، لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء.